يلا بابا خلينا نستعجل، بس احنا تقربنا على هذا الجبل، بس خلينا نشوف. يواو بابا قاعد يشوف هذه النقطة الحمراء، صحيح وهذا المكان الموجود بيه الكنز. واو واو بنتي، احنا تقربنا على هذا الجبل، بس بنتي اني كلش فرحان لان احنا راح تتغير حالنا. طبعا بابا راح نقدر نشتري، حتى اسمعني يا اخوي انت راح تشتري ملابس جديدة لان ملابسك صارت كلش قديمة حتى مو حلوة. اي صحيح صحيح، اني كلش فرحان، يعني راح نصير اغنياء. ما راح نطلع، ما صحي والطريق من هذا الاتجاه. شو قاعد تشوف بابا؟ هنا اكو صعود ولازم نصعد. بس اسمعيني بنتي رانيا، انا كلش متحمس، انا اعرف انه موجود فقط كنز، موجود اكو ساعه اسطوريه، وهاي الساعه ممكن ترجع وتقدم بالزمن. صحيح بابا، انا قرات عن هذا الشيء وهذا الشيء كلش اسطوري. بنتي انا دا ارجع من انا كنت صغير، اريد ارجع بيا الزمن حتى انا كلش عاجبني. شنو بابا ترجع من انت صغير؟ بس بابا شو سوى بهذا العمر؟ اسمعيني بنتي، عاجبني اروح العب ويا الاولاد، يعني كنت صغير كنت ما العب، بس ارجع صغير راح ارجع العب واتونس. بابا انت كلش تضحك. العاد يلا احنا خلينا نكمل طريقنا حتى نوصل هذا المكان، يلا استعجلوا. يلا ثاني خل استعجل، انا قاعد اراقب رانيا وابوها، انا شفتهم مجوين هذا المكان، انا متاكد هم عثروا على الكنز، حتى اني سمعتهم يقولون انه هذا الكنز بيه دايموند كلش هوايه، بس انا مستحيل اسكت، انا اعرف شو راح اسوي، انا راح اتخلص منهم واخذ اني الكنز الي. ولازم ابد ما اتاخر حتى انا جبت هذا التي ان تي واعرف شو راح اسوي، انا لازم استعجل على السريع، يلا خل اركض. يلا بابا تعال، احنا بدنا نتقرب على الكنز، انا اصور من هذه الجهة. صحيح شوف الخريطة. اي صحيح بابا، شوف اسمعني، احنا صرنا كلش قريبين، هسه اجى الوقت اللي نشتغل ونكسر بالبيكوكس، وكده هسه راح نعثر على الكنز، بس من راح ابدا اكسر. شوف بابا احتمال راح يكون من هذه الجهة، يلا خلينا نشتغل ونكسر. بنتي لازم نستعجل على السريع الى حد ما نعثر على هذا الكنز. بابا اسمعني، احتمال احنا راح نتعب، بس بعدها راح نصير كلش اغنياء، يلا خلينا نشتغل. يس انا راقبت رانيا وابوها، وانا متاكد يجوا من هذا المكان، احتمال الكنز موجود هنا. يس لازم انفذ الخطه مالتي، وراح اخليتي انت حتى اتخلص منه ويبقى هذا الكنز فقط الي. يلا خليني اشوف وينهم، ياتوا موجودين بهذا المكان. يلا خليني استعجل، خليني اخلي التي ان تي هنا وراها اشغله حتى اتخلص منهم. يس انا قاعده اكسر، واخيرا احنا راح نصير اغنياء. يلا خلي اكسر. شنو؟ ايش قاعد يصير؟ رونيا بابا، رونيا ارجو ساعديني رونيا. مستحيل بابا، انت بعدك عايش بابا. شنو؟ بابا ما قاعد يجاوبني. اخوي انت تسمعني اخوي؟ رونيا ارجو ساعديني رونيا. شوف اسمعني، ايش راح اسوي؟ يا ناس ساعدوني ساعدوني، لو لم يصير ابقى هنا لازم اجيب لكم مساعده، بس انا كلش حزينه، معقول انا جبتهم بهذا المكان وانا راح اخسرهم؟ لا مستحيل، امي سبقنا، لازم استعجل وشوف شخص يساعدني، ساعدوني ساعدوني. وبس هنا حتى ماكو اي شخص راح يسمعني، بس وين راح اروح؟ معقول انا راح اثر على بيت؟ يلا خل اشوف، احتمال انا راح اثر لي على شخص، يلا خل استعجل، انا كلش خايفه عليهم، هذا اللي صار بيهم كله بسببي، انا اللي جبتهم بهذا المكان. اي صحيح هنا اكو بيت، بعد يلا خل اركض واطلب المساعده، ساعدوني يا ناس ساعدوني. خل ادق الباب، افتحوا الباب افتحوا الباب. شنو؟ ليش مو قاعد يجاوبني؟ شنو هذا؟ عمو جاوبني، عمو تسمعني؟ يس انا قاعد اشاهد هذا الكرتون، لان اني صرت كبير وحتى ما اسمع، بس هذا الكرتون كلش يونسني، يلا خل اشاهد. عمو ارجوك جاوبني عمو، وبس هالشيش ما قاعد يجاوبني، معقول انه ما راح يساعدني؟ زين ايش راح اسوي؟ حتى ما اعرف ايش راح اسوي، لازم اجيب المساعده. بس ايش قاعد يشوفوني؟ يا هذه سياره، يلا خل استعجل واخذ هذه السياره حتى راح اصعد على الجبل وبعد اروح للاسعاف. بس شنو؟ ايش قاعد يصير؟ يلا اشتغل يا سياره. وحتى هذه السيارة ما قاعد تشتغل، معقول تكون هذه السيارة عطلانة؟ وبس ما اعرف حتى ايش راح اسوي. يا هنا اكو تليفون، هذا كلش راح يفيدني، بعد يلا خلنا اتصل على السريع. الو الو مستشفى تسمعوني؟ اي نعم احنا نسمعك. ارجوك شوف اسمعوني، احنا بالجبل الثلجي، ارجوكم ساعدوني. اوكي راح نرسل سيارة اسعاف فورا. يس انا جيت لهذا المكان، حتى انا شفت راني هربت على السريع ما اعرف وين راحت، بس انا ما يهمني، انا المهم اخذ الكنز. بس ايش قاعد اشوف؟
يصح هذا أبو رانيا وأخوها احتمال تأثروا بهذا الانفجار. بس أنا ما يهمني أنا أبد، أنا جيت حتى أخذ الكنز. واش قاعد تشوفوني؟ يلا خل أكسر على السريع. واو هنا الكنز موجود. يلا خل أخذه وجمع على السريع. واش قد دايموند هنا؟ يلا خل أجمع بوب. أني قاعد انتظر بس ما اعرف ايش راح يصير بابا واخوي، انا كلش قلقه عليهم. رانيا رانيا تعالي. يا الدكتور قاعد يناديني، يلا خلينا نشوف ايش راح يسوي الدكتور. نعم يا دكتور شنو صار؟ اسمعيني بنتي، انا حاولت اسوي اللي اقدر عليه بس اخوك حالته كلش خطره، حتى ابوك نفس الشيء، واحتمال ما راح يبقون، احتمال نفقدهم الايام القادمه. شنو؟ لا ارجوك دكتور انت لازم تنقذهم ارجوك. اسمعيني بنتي، انا حاولت كل اللي اقدر عليه، بعد شيء مو بيدي، انا ما اقدر اسوي اكثر. مستحيل اخوي، قاعد ارجوك اخوي، انا ما اريد ابقى وحدي، انا ويا من راح العب؟ لا لا مستحيل بابا، ارجوك بابا قاعد، معقول راح تبقوني وحدي انا هنا؟ بابا كنا دائما نطلع نيويورك سويه، حتى راح نسوق، يلا بابا قاعد. مستحيل. اسمعيني اسمعيني رانيا، انت لازم تخرجي من هذا المكان، يلا اخرجي على السريع، ما يصير تبقين هنا. اوكي اوكي دكتور، ايش راح اسوي؟ انا ما ايش راح اسوي؟ معقوله راح افقدهم وراح ابقى وحدي؟ بس هذا صار كله بسببي، انا السبب، انا اخذتهم على هذا المكان الجبل وقلت لهم احنا راح نصير اغنياء. بس شنو؟ صحيح تذكرت، صحيح هذه الساعه الذهبيه اللي موجوده ويا الكنز. هذي عندها قدرة انه ترجع الزمن لي ورا، صحيح هذي كلش راح تفيدني، يعني اذا حصلت عليها اقدر راح ارجع الزمن وراح يرجع بابا واخوي ما بيهم اي شيء. يلا خلي استعجل وتجيب هذي الساعة الذهبية، يلا خلي اركض. يلا استني خلي استعجل، انا ما يصير اتاخر. اسمعوني يا ناس، شوفوا اسمعوني، انا صار عندي دومات كلش هواية، حتى انا صرت اغنى واحد بالمدينة. بجي كان ساكن بهذا البيت، شو جاب هذا بيت الدايموند؟ اسمعوني، انا مو بس حصلت على دايموند، انا حصلت على هاي الساعة، وهاي الساعة ممكن ترجعني بالزمن، يعني اي وقت اقدر ارجع به بواسطة هاي الساعة. مستحيل، هذه الساعة اللي انا ردتها. شلون جيجي تعثر عليها؟ معقولة جيجي تتبعنا وخذ الكنز؟ بعد ما يكون هو فجرنا بالتي ان تي، وبعد ما اعرف حتى ما اعرف ايش قاعد افكر. اسمعوني يا ناس، هسه انا راودكم انه انا حتى الساعه اللي عندي، يلا سجل وقت انه لازم تتفرقون، يلا ابتعدوا منه. لا لا مستحيل، انا ايش راح اسوي؟ لا انا ما يصير اسكت، لازم احكي جيجي بهذا الموضوع. بس احكي وياه، ولا لا احسن حل راح اتفرج من هذا المكان واشوف جيجي ما يقدر يحصل على هذا الكنز، يلا خليني اسمع. يا ساني كلش فرحان، يعني تحقق امنيتي وصرت كلش غني، حتى حصلت على هاي الساعة. بس انا شو راح اسوي هاي الساعة؟ ارجع بالزمن. بس ها لا لا انا وين ارجع بالزمن؟ اصلا انا قبل كنت كلش فقير وهسه انا صرت غني، بعد اوكي راح استخدمه واتقدم بالزمن. بس ها لا اخاف اصير عجوز ويكبر عمري، لا احسن حل انه هاي الساعة اضمها واستخدمها وقت ما احتاجه. بس المهم انه انا قدرت اتخلص من ذول روني وعائلته، يرادوا ياخذون الكنز بس انا تخلصت منهم وانا اخذت الكنز. يلا خلنا اصعد. لا لا مستحيل، هاي شنو انا اللي سمعته؟ جيجي قلت تخلصت من عائلته، بس قولي لك جيجي انت السبب تخلصت من عائلتي وفجرتنا بنتي انت. بس انا مستحيل اسكت لك، لازم اروح مركز الشرطه واخبرهم كل شيء. بس مركز الشرطه اكيد هسه ما راح يصدقون بي، راح يقولون لازم تجيب لنا دليل، بس اني ما عندي اي دليل يثبت هذا الشيء. بس ايش راح اسوي؟ بس هو صحيح انا اعرف ايش راح اسوي، انا لازم احصل على هذه الساعه، اذا حصلت على هذه الساعه راح ارجع بالزمن اللي ورا، حتى بابا واخي راح يرجعوا مثل قبل. بس ايش راح اسوي؟ لازم انتظر الفرصه المناسبه حتى اخذ الساعه الي، يلا خليني اروح. هسه صار الليل وأنا قاعد أشاهد هذا الكرتون، بس أنا هسه إيش راح أسوي؟ أنا الساعة مالتي ضمتها بالصندوق، وهسه إجى الوقت إنه أحسب الدايموند مالتي، يلا 1 2 3 4، حلو الدايموند مالتي ما يخلص، يلا خل أحسب. يس صار الليل وأنا قاعد أراقب بيت جيجي، بس حتى هو عنده حراس، مستحيل أقدر أدخل للبيت، إيش راح أسوي؟ صحيح تذكرت، هو عنده أكو بوابة فوق من السطح، وإذا قفزت على السطح احتمال راح أقدر أدخل للبيت، بس مين راح أروح من أي اتجاه؟ لازم ماكو أي شخص يشوفني ولا حد يكشفني، أحسن حل نروح من هذا الاتجاه، يلا خليني أشمر الهوك بهاي الجهة، يلا أشمر يا هوك.
فوق يكل زين. يلا خل اصعد يبوم. يس تقربت. بس وين الباب؟ يصحي هالبوابة. بس معقولة جيجي هنا؟ خل اشوف. يي ماكو اي احد هنا. يلا خل افتح الباب وانزل حتى اشوف الكينا اكو هذي الساعة. اذا حصلت على الساعة راح اقدر ارجع بالزمن وارجع لبابا حتى يصيرون زينين. بس يلا كيس بدل ما راح اروح. يلا صندوق. يلا خل افتح. حيل هاش قد هنا اكو مجوهرات ودايموند. وبس ما اعرف وين هذي الساعة، ما اعرف وينها. يس انا وصلت 1001 1002 1003. حلو هذا حتى الدمر ما قاعد يخلص. بس ايش قاعد اسمع؟ هاي من موجود فوق؟ مستحيل سمعت اكو شخص فوق ولازم اصعد واشوف. يلا خل اصعد. اي بس صحيح اكو صندوق ثاني. بس ايش قاعد اسمعني؟ ولا لا مستحيل اسمع الشخص اجي. خليني اروح بسرعة قبل لا حد يكشفني. هاي من هنا؟ انا سمعت صوت. من موجود هنا؟ يمزي انك يكشفني. حسن حن اهرب. ولا توقعت راح اقدر احصل على هذه الساعة، بس ما راح اقدر. لازم اشوف لي غير وقت. يلا خل انزل على السريع قبل لا احد يكشفني. يلا خل انزل. يس انا قاعدة من الصبح بس انا مصرب قهنا. لازم استعجل وراقب بيت جيجي. طبعا لازم اخذ هاي الساعة. هذا جيجي موجود. يلا خل اشوف راح يودي الساعة. يس انا اخذت دايموند والباقي الدايموند مالتي ضميته بهذا الصندوق. هسه انا اخذت الساعة ولازم اروح اصيد بالغابة. انا حاجبني اصيد. يلا خل اطلع على السريع حتى ابد ما اتاخر. مستحيل اخذ الساعة ويا بس لازم اتبعها. اشوف وين راح يروح. يسمعوني يا جنود، انا ما اريدكم وياي لان اصلا عندي هذا السلاح واقدر ادافع عن نفسي، بس اريدكم تظلون بالبيت وتحمون الدايموند مالتي. نعم نعم يا جيجي. يلا خل اروح على السريع للغابه حتى اصيد وارجع. يلا خل اركض. يس اروح بس امي صرت اسكت. لازم اتبعه واخذ معي عند هذه الساعه. يلا خل استعجل. يس انا تقربت الى هذا النهر. انا جيت حتى اصيد اسماك. انا كلش عاجبني اكل سمك. بس ايش راح اسوي؟ يلا كبسة شنو الدجاج هنا. صح انا عندي هاي الساعة. خلي اشوف شو راح اسوي. يلا تعالي انت يا دجاج. هسه انا وقفت الوقت والدجاجة طايرة بالسماء. والله الضحك هاي الدجاجة. يلا كافي كافي خل افتح الوقت. يلا انزلي. والله الضحك هاي الحيوانات. يلا هي ابتعدوا منها. يلا ابتعدوا. هسه اجي الوقت انه انا اصيد. يلا يا جيجي لازم اشمر السنارة ورا اقعد واصيد. يلا خل اقعد. يس انا قاعد اراقب وعرفت مكان جيجي. انا احسن حل راح اطلب منه الساعة واقول له شوف جيجي اذا ما اعطيتني هذه الساعة راح اتخلص منك. بس يلا لازم انزل على السريع واحكي وياه. جيجي جيجي. هاي منو؟ اوكي خل اشوف منو. رانيا. نعم رانيا تفضلي. شوف اسمع جيجي، انا عرفت اللي سخلت التي ان تي بالكيف وانت اللي فجرت عائلتي انا متاكدة. بس انا مستحيل راح اسكت لك. شوف اسمع انا راح اعطيك خيارين، اما تعطيني هاي الساعة اللي عندك او راح اتخلص منك وانت اختار. شنو اي ساعة تقصدين؟ تقصدين هاي الساعة؟ شنو اي طبعا هاي الساعة. لا مستحيل. يلا ثاني اخذت الساعة. شنو راح تكون لك؟ يلا خليها اهرب. تعالي هاي توقفي، هاي توقفي. لا مستحيل لازم اهرب على السريع قبل اللي يرمي علي الطلق. طبعا هاي الساعة لازم تصير لي. يلا خلي اركض. لا 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 مستحيل يا رانيا، مستحيل تكون هاي الساعة لك، ولازم الحقها على السريع. يلا توقفي. يلا استني خليني اهرب وبس ما اعرف وين راح اروح. جيجي قاعد يلحقني حتى عند سلاح. انت رانيا شو اسوي؟ يلا خل استعجل على السريع. يس انا جيتك وانت مستحيل تستطيعين تهربي من هذا المكان. هذا اصلا اكو منحدر. شوف اسمع جيجي ارجوك لا تسوي لي اي شيء، انت ما تعرف بابا واخوي بخطر ولازم اساعدهم. شنو؟ شوف اسمعني انا ما علي بيهم اصلا. يلا انطيني الساعه مالتي، واذا ما انطيتيني الساعه انا راح اتخلص منك. لا مستحيل هاي الساعه ما راح تكون لك، هذه بس لي. لحد يلا اوكي انت ما يفيد وياك. يلا روحي. لا يس انا تخلصت من رانيا. رانيا سقطت من هذا المكان. يلا باي باي رانيا. هسه اجي الوقت اللي لازم استرجع الساعه. يلا خلي استعجل. بابا سانش كنت بحث عن خروف بس ما عثرت على اي خروف هنا. احنا حتى ما راح نعثر على شيء نصيده. اي صحيح بنتي. بس شنو سمعت؟ انا سمعت صوت رصاصه بنتي. اي صحيح بابا انا سمعت بس من جهه الصوت؟ ما ادري يمكن الصوت من هذا الاتجاه. يلا استعجلي بنتي تعالي على السريع. اوكي بابا خلينا نشوف ايش قاعد يصير هنا. ايش قاعد اشوف هون؟ لا مستحيل بابا هذه بنت. اي نعم بس ما نتخلص منها ما نسوي هذا الشيء. بنتي تيلا تتقربين. يلا خل اتاكد.
بنتي هاي البنت بعدها عايشة واحنا لازم نساعدها. اوكي بابا احنا مصر مبقينا لازم ناخذها ونعتني بيها. يلا خلينا نشيلها. وصلني راسي كلش قاعد يوجعني. بس هاني وين؟ يا سنتي صحيتي يا بنت. شو هذا المكان؟ اسمعيني زين، انا البارحة عثرت عليك بمكان، انت سقطتي من فوق الجبل، بس انا اعتنيت بيك وانت راح تصيرين زينة. صحيح تذكرت. يا هذا الجيجي الشريف راح يتخلص مني. بس عمو شوف اسمعني، انا كلش اشكرك، انت ساعدتني كلش هواية. بس عمو سربق هنا، لازم استعجل واسترجع هذه الساعة حتى انقذ بابا واخوي. امي سربق هنا، يلا خل استعجل على السريع، يلا خل اركض. امي سربق بعد بقنا، يلا خل اركض. يا سعد قربت لبيتي، بس لازم اكون كلش حذره، ما الجيجي يعرف ان انا بعدني موجوده. وبس رجلي كلش قاعد توجعني، بس انا مجبوره، انا لازم استعجل. زين ايش راح اسوي؟ انا شو راح اقدر استرجع الساعه؟ صحيح انا عرفت ايش راح اسوي، انا لك جيجي هالمره راح تكون الساعه بس الي. بس انا خلت هو البيت، انا اعرف ايش راح اسوي، انا اعرف انه جيجي عنده جد موجود ساكن بعيد، حتى وساكن بقريه كلش بعيده. بس اجى وقت اللي اكتب له رساله، حتى بعد راح اصحى جيجي بهذا المكان، ومن راح يجي انا راح اخذ منه الساعه واتخلص منه. لحد يقول لك يا سنه خل اخذ ورقه، يا ده ورقه عندي موجوده. لحد يقول لك خل اكتب له رساله على السريع، يلا خل اكتب. يا سنه كملت كتابه هذه الرساله، اجى الوقت اللي اخليها مقابل بيت جيجي، يلا خل استعجل. بس صحيح هناك موجود بس حارس واحد، حتى اصلا ما راح ينتبه علي، بس بدو لازم انتبه وانه ما حد ما يشوفني. يا حتى جيجي ما موجود، خلش من رساله وبعد ادق الجرس واهرب. يلا خل استعجل. واي ما اعرف منو دق الجرس، احتمال يكون واحد من الحراس محتاج مساعده. يلا خل اخرج على السريع. اي نعم نعم يا حارس. نعم نعم سيدي، انت اللي دقيت الجرس. نعم شو تريد؟ لا لا سيدي انا ابد ما دقيت الجرس. ولعد هاي منو؟ رسالة. صحيح احتمال ساعي البريد. يلا خل اقرا شنو موجود بيها. رسالة من جيجي الكبير. جدو صار لي قد ما سامع اخباره حتى ما اعرف شو يريد مني. يقول لي يا جيجي تعالي على السريع لهذا المكان بالغابة. بس شو يريد من عندي؟ احتمال يحتاج ينطيني شيء. اي صحيح انا ما اعرف شو يريد. يلا خل احاول استعجل على السريع واروح له. يلا خل اركض. يس انا قاعد اراقب وجيجي قد راح اروح لهذا المكان اللي انا كتبت لي اياه بالرساله. لحد يلا خل استعجل حتى ما اتاخر عليه. يلا خل اركض. يس انا تقربت لهذا المكان، هو جيجي الكبير قال لنا. بس هاي ماكو اي احد. يا جيجي الكبير، يا جيجي الكبير. شوف اسمعني، انا اللي اجيت، تتوقع انه جدك هو اللي كتب لك هذه الرساله؟ بس انا قدرت اخذ دعاك. شنو؟ بس انا كتبت لك هالرساله حتى تجي لهذا المكان. شلون يصير هذا الشيء؟ لا 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 مستحيل، انا تخلصت منك حتى انت سقطتي من فوق الجبل، وشلون يصير هذا الشيء؟ انت مستحيل تتخلص مني. شوف اسمعني جيجي، اما تعطيني الساعة الذهبية اللي عندك او اتخلص منك. الساعة الذهبية؟ لا 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 مستحيل يصير هذا الشيء، انا مستحيل انطيك هاي الساعة. انا جوك تنتقم، راح تخلص منك. راح تخلص منك. يلا انا كلش اندمجت. لا 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 شوفي اسمعيني، انا كلش اندمجت. شوف اسمعني، اما تعطيني الساعة الذهبية او راح اتخلص منك. يلا احكي. لا اوكي ما يخالف، يلا خذي هاي الساعة. كل الزين هسه الساعة صارت عندي. شوف اسمعني، اجا وقت الانتقام وراح اوقف كل هذا الوقت وراح انتقم منك. يلا اوقف يا وقت. واو هسه كل شيء وقف مكانه وبعد ماكو اي حركه. شوف اسمعني يا جيجي، بس راح انتقم منك. بس شو راح اسوي؟ راح اكسر كل هذا الدير، حتى شو راح اسوي بعده؟ راح اخلي له بحوله، مستحيل راح يقدر يهرب. يلا خليه اكسر. ثاني كمل شغلي، حتى قدرت اسوي هالحفره العملاقه. بس مو هاي الساعه اسطوريه، انا قدرت اوقف الوقت حتى كل شيء موجود بمكانه وما قاعد يتحرك، حتى هو جيجي ما يقدر يسوي اي شيء. صحيح ايش راح اسوي؟ بس لازم اخذ هذا البوكت مال لافي واخليه بكل مكان، حتى بعد ما راح ارجع الوقت لطبيعتي راح يشوف جيجي انه هو محبوس بين اللافي حتى ما يقدر يهرب. بس يلا لازم اروح اجيب بعد لافي. يلا خلي استعجل. يس انا كملت كل شغلي وخليت اللعبة بكل مكان. جا الوقت اللي ارجع هذه الساعة راح اخليها تشتغل. صار هنا؟ شلون صارت اللعبة بهذا المكان؟ شوف اسمعني جيجي، اجى وقت الانتقام وانا راح انتقم منك، حتى تخطي بعد ما قدرت تتحرك ولا تقدر تعبر هذا المكان. انزل كل حولك لافا، راح انتقم منك وراح تبقى هنا وما حد ما راح يساعدك. يلا باي باي جيجي، باي باي. لا لا هي رونيا ارجوك ساعديني رونيا.
يس انت قربت، يلا خلي تفقد بابا. مرحبا يا دكتور. اهلا اهلا رانيا. اسمعيني رانيا، انا حاولت كل اللي اقدر عليه بس مستحيل راح تتحسن حالتهم، انا متاكد احنا راح نفقدهم. لا مستحيل يس، ايش راح اسوي؟ وهذه الساعه ايش راح تفيدني؟ تذكرت اعرف انه هاي الساعه اقدر ارجع بها الزمن واقدر اقدم بها الزمن، بس اجى وقت اللي ارجع الزمن حتى نرجع مثل قبل انا وبابا واخويا، حتى بابا واخويا ما بيهم اي شيء. يلا يا زمن ارجع، يلا ارجع. بنتي رانيا اسمعيني، بس احنا جاهزين لازم نروح الى هذا المكان واحتمال راح نعثر على الكنز. ايه شنو قصدك روح لهذا المكان؟ مو معقول اروح لهذا المكان والهذا صار بينا راح يصير. لا لا مستحيل، انا مستحيل اقبل هذا الشيء. ايش قاعده اشوف؟ هذه الساعه بعدها عندي موجوده. بنتي رانيا زين، بس انا ايش راح اقول لبابا؟ نعم بابا. اسمعيني بنتي، انت صار لك كم يوم تخططين وعثرتي على هاي الخريطه، احنا لازم نروح مو صحيح. ولا لا بابا انت ما تعرف، انا سمعت هذا المكان كلش خطر، حتى احتمال بيوحوش كلش عمالقه، احنا مستحيل نقدر نواجههم. لا مستحيل. بس بابا شوف اسمعني، انا احسن حل ان نروح هنا يكون كم شغلنا، واذا تعبنا واجتهدنا اكيد راح نصير اغنياء. اي صحيح بنتي، بس اوكي ما يخالف اذا انت تقولي احنا لازم نشتغل. اي طبعا بنتي احنا لازم نشتغل، بعد يلا لازم كل من يروح للشغل مالته. بس لازم اطلع ما يصير اتاخر، يلا خلنا نروح. يلا استني خلي استعجل حتى روح الشغل. يا رانيا جيجي اسمعيني رانيا، انت اليوم وين راح تروحين؟ وشوف اسمع جيجي، انا راح اروح لان تعرفون قاعده اشتغل ولازم اروح شغلي. شغلك بس انا البارحه سمعتك انه انت عثرتوا على خريطه وراح تبحثون عن الكنز. شنو؟ جيجي عرفت انت قاعد تتجسس علينا مو صحيح. شوف اسمعني، اعرف انت مخططاتك كل شرير، بس انا ما راح اروح عليك اي كنز لان انا سمعت انه هذا المكان كلش خطر وحتى بيوحوش. شنو؟ بس انت شلون عرفتي ان انا مخططاتي شريره؟ اي طبعا انا اعرف كل شيء، بس لازم اروح الشغل على السريع. يلا خلينا.